2 weeks of violence have followed the raids of Al-Aqsa, and over 240 people have been killed in Gaza and 12 in Israel. I'm now talking to Khaled Meshaal, who is head of the organization of Hamas's diaspora. Welcome, Dr. Meshaal. Welcome, David. After this incredible violence, should Mahmoud Abbas now go? Does he still have authority as the Palestinian president? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أنت تعلم في تاريخ الشعوب القيادة تأتي لتقود وتقود النضال. إذا كان الشعب في استقلال فالقيادة للرفاهية والاقتصاد والديمقراطية وإدارة المصالح، وإذا كان الشعب تحت الاحتلال وظيفة القيادة الأولى هي النضال والمقاومة وقيادة الشعب نحو الحرية والتحرير. وفي التاريخ الفلسطيني تتعزز مكانة القيادة بقدر قيادتها للنضال، ونحن لا نقصي أحدا ولا نلغي دور أحد، لكن بلا شك رأى الجميع أن أهلية حماس ومكانتها في القيادة الفلسطينية تتعزز لأنها قادت النضال في الجولات الأخيرة وخاصة في الجولة الراهنة. After the chants for Hamas, the flags and the level of support in Jerusalem, al-Fahm in 48 and in the West Bank, is Hamas putting itself forward as the leader of this intifada? بالتأكيد حماس تؤمن بكل خيارات المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، قد تكون عسكرية كما جرى من غزة وكما جرى في جولات التاريخ الفلسطيني، وقد تكون في شكل ثورة أو في شكل انتفاضة. حماس معنية بالنضال ضد الاحتلال، الشعب الفلسطيني لديه مسؤولية مشتركة، نحن شعب واحد وقضية واحدة، ولذلك حماس تؤكد وتدعو وتعمل من أجل إطلاق الانتفاضة الكاملة الشاملة في كل المواقع الفلسطينية في القدس حيث الخطر على الأقصى وعلى حي الشيخ جراح والبلدة القديمة وكل القدس، وفي الضفة الغربية حيث الاحتلال والاستيطان وتقطيع الأوصال ومصادرة الأراضي، وأيضا في 48 حيث التمييز العنصري ومحاولة تهجير أهلنا في 48 وإقصائهم بحجة القانون، وكذلك المقاومة من غزة حتى في الشتات هم شركاء في مسؤولية التحرير. وبالتالي نعم، حماس تدير كل أشكال النضال سواء مقاومة مسلحة أو انتفاضة شعبية. What now for elections? Have the period of elections gone? Are we now in a new situation? Or does reconciliation between the various Palestinian factions depend on elections? الانتخابات هي أداة ديمقراطية لبناء المؤسسات السياسية في كل المجتمعات. نحن في الحالة الفلسطينية لدينا صيغتان، صيغة منظمة التحرير وهي القيادة العامة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ولدينا السلطة التي لديها صلاحيات أو لديها سلطة في الضفة والقطاع. وبالتالي الوضع الطبيعي أن يتم انتخاب هذه المؤسسات بطريقة ديمقراطية، ومن هنا كان النص دائما في كل جولات المصالحة على الانتخابات. ولكن هل تحصر المصالحة في الانتخابات؟ بالتأكيد لا. ما هي المصالحة؟ وهي ترتيب البيت الفلسطيني بعد إنهاء الانقسام على أسس ديمقراطية فيها انتخابات وفيها شراكة وفيها أيضا العمل معا وفق برنامج سياسي مشترك بين مجمل القوى الفلسطينية، وفيها أيضا إدارة مشتركة للنضال تحت الاحتلال. يعني المصالحة ليست مجرد انتخابات وليست مجرد عمل سياسي، المصالحة هي طي صفحة الانقسام بطريقة ديمقراطية توصلنا إلى الشراكة لنتفرغ
لمعركتنا النضالية ضد الاحتلال، وأيضا لندير معركتنا السياسية والدبلوماسية والجماهيرية والقانونية فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا في وجه الاحتلال الصهيوني، لنحقق مصالحنا وأهدافنا في الحرية والتحرر والتخلص من الاحتلال. So, are you still in favor of if elections were called, would you still run for elections? أنت تعلم أن أي مطلع على المشهد الفلسطيني اليوم يرى شعبية حماس، وبالتالي حماس لا تخشى من أن تعرض نفسها على شعبها في صناديق الاقتراع، ربما يخشى الآخرون، ولكن مرة أخرى هل الانتخابات هي الخيار الوحيد أو هي الجزء الوحيد في منظومة المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني؟ لا، نحن نؤمن بالانتخابات وجاهزون لنعرض أنفسنا على شعبنا في صناديق الاقتراع، ونريد الشراكة مع شركائنا في الوطن، ونريد أن نواصل معهم مسيرة النضال والمقاومة حتى الحرية والتحرر. Does the ceasefire that Hamas is now holding with Israel mean calm in the West Bank and in 48, or do you continue to call for protests in 48 and the West Bank? بالتأكيد لا. وقف إطلاق النار متعلق بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأيضا أن يوقف عدوانه على الأقصى وعلى حي الشيخ جراح وعلى القدس، والمعركة اشتعلت بهذا السبب. الآن صواريخ المقاومة تتوقف من غزة بناء على ذلك، لكن المقاومة بأشكالها المختلفة في داخل القدس وفي الضفة وفي 48 هذا حق الجميع، لأن أسبابها ما زالت قائمة. الضفة تحت الاحتلال والاستيطان والاعتداء اليومي، القدس تحت الانتهاكات الإسرائيلية، أيضا أهلنا في 48 يعانون من التمييز العنصري، فحق المقاومة، وكل جزء من شعبنا يختار الشكل الذي يناسبه، وليس هناك شكل واحد يصلح للجميع وفي اللحظة الواحدة. What would be the trigger for launching of a new war? Because the ceasefire has been broken by the Israeli police in storming Al-Aqsa and nothing happened. ما جرى اليوم في ساحات الأقصى هي محاولة إسرائيلية لمخادعة الذات ولتصوير وضع إسرائيل أنها ليست ملتزمة بشيء وأن يدها ما زالت مطلقة لإرضاء الجمهور الإسرائيلي. هذه محاولة لخداع الذات، لكن المعركة الأخيرة أظن أنها نجحت في كي الوعي الإسرائيلي، وأن المقاومة ستنتصر للقدس وللأقصى ولحي الشيخ جراح ولأي معاناة فلسطينية في أي مكان، وبالتالي نحن واثقون أن هذه مجرد خطوة عابرة، دون طبعا أن ننسى أن الأجندة الإسرائيلية ما زالت تسعى لإحكام السيطرة والتهويد على الأقصى، وهذه معركة مفتوحة كمعركتنا مع الاحتلال والاستيطان. The big difference in this this part of the struggle, I'm comparing it to previous attacks on Gaza, is the involvement of Palestinians in 1948. There's a huge difference there, and there's also a very big difference in the way that the West Bank have reacted. Previous, you can correct me if I'm wrong, but previous attacks on Gaza, people stood by and watched, very crudely, and didn't get involved. Now everyone is involved. Can you talk about the importance of the role of Palestinians of 48 in this new phase of the conflict? هذه المعركة لها مزايا عديدة، أولها أن عنوانها القدس والأقصى، ثانيا أن المقاومة تنتصر للقدس والأقصى وليس فقط لغزة، ثالثا أن القضية واحدة والشعب واحد وهموم الشعب واحدة، وانتهى زمن أن تستفرد إسرائيل
بجزء من أرضنا أو من شعبنا. ونقطة رابعة أن استمرار الاحتلال وهذا التجاهل الدولي للمعاناة الفلسطينية نتيجته أن الشعب الفلسطيني سيبحث عن خياراته وقد أطلقها اليوم بكل السبل والوسائل في كامل الأرض الفلسطينية بل في الشتات كذلك. وأخيرا هذه المعركة أبرزت دور أهلنا في 48. هؤلاء أعطوا رسالة أننا جزء أصيل من هذا الشعب وننتصر للأقصى ولحي الشيخ جراح ولغزة كما ينتصر كل فلسطيني لأخيه الآخر. وأيضا رسالة للكيان الصهيوني أن سياسات هذا الكيان العنصرية وانتهاكاتهم بحق أهلنا في 48 هذه هم يدفعون اليوم ثمنها. ورسالة أخيرة أن هذا الكيان أصبح في وضع معقد وأن الحالة الفلسطينية الناهضة كشفت عن هشاشته ولذلك هذا أصبح واضحا لكل الجمهور الفلسطيني والعربي والإسلامي والإحرار العالم أن إسرائيل تعد أيامها وأن هذا الكيان الاحتلالي الاستعماري النازي لا مستقبل له في المنطقة. Can you explain one thing which I'm puzzled by? Right up until the missiles started, the leadership of Hamas decided to go for elections. And there was a debate in the diaspora about whether this was wise, whether in fact Hamas would get the same results as it did in 2006. And there were doubts about the assurances that you got from the Palestinian Authority about how fair these elections were. And then there were arrests. There were hundreds of Hamas people being arrested in the West Bank. And yet still Hamas decided to go for the elections until they were postponed by Mahmoud Abbas. How do we get from that position to firing rockets and being really prepared for a war about Jerusalem? There seems a huge difference between carrying on with the electoral process, trusting the assurances you were given about the West Bank, still being arrested, and then suddenly saying, right, we're fine. Who took the decision to fire these missiles? بالنسبة لقرار الحركة في الذهاب إلى الانتخابات قبل هذه الحرب أو هذا العدوان كان قرارا متفقا عليه في قيادة الحركة ولم تكن هناك اعتراضات عليه. كان هناك نعم حوار داخلي أنه هذه الانتخابات ينبغي أن تكون ضمن حزمة من الإجراءات المصاحبة لها في المقاومة خاصة في الضفة ضد الاحتلال وفي الشراكة في القرار السياسي وغير ذلك من الخطوات. لكن مبدأ الانتخابات لم يكن معترضا عليه وحماس كما قلت جاهزة أن تعرض نفسها لشعبها لثقتها بشعبها وثقتها بنفسها وإيمانها بالخيار الديمقراطي. نعم إلغاء الانتخابات أوجد حالة من الغضب والإحباط في الساحة الفلسطينية والاستغراب لما هذه الخطوة وجاء بعد ذلك الحدث في ساحة الأقصى وفي حي الشيخ جراح بمعنى الذي بدأ العدوان والذي بدأ اللعب بالنار وتوتير الأوضاع هي إسرائيل ومن هنا انتفض الشعب في القدس وانتفضت الضفة والثمانية وأربعين وانتفضت غزة والشتات ثم بادرت المقاومة لإنذار المحتل. هي لم تفاجئه بالصواريخ أنذرته أولا فلما استمر في عدوانه بل هو قام في 28 من رمضان باقتحام الأقصى ليمهد الطريق لجماعات المعبد اضطرت المقاومة إلى الرد على هذا العدوان والانتصار للأقصى وحي الشيخ جراح بإطلاق الصواريخ وبدأت المعركة. وبالتالي المسألة عند الحركة واضحة ثم لا تعارض بين أن تخوض المعركة السياسية بالانتخابات والشراكة ونصرة القضية والتحرك بها في كل المحافل الإقليمية والدولية
وبين أن تخوض معركة النضال، بل هما معركتان مرتبطتان ببعضهما البعض. وقيمة الحراك السياسي أن يستند إلى المقاومة، والمقاومة أيضا تكون نتائجها أعظم حين يكون الشعب موحدا ولديه قيادة واحدة. والذي يتخذ كل هذه القرارات السياسية أو الميدانية والمقاومة هي قيادة الحركة، وهذه أمور متفق عليها وهي مسلمات في ثقافة الحركة ووعيها. So it wasn't just a military decision to fire the missiles. أخي، القرار في حركة حماس متعلق بجوهر الاستراتيجية التي تتبناها حماس. فحماس تتبنى المقاومة والنضال، وتتبنى الانخراط في الحياة السياسية الفلسطينية، وأن تشارك في بناء هذه المؤسسات القيادية عبر الانتخابات. وبالتالي هذه الاستراتيجية الواضحة معلومة لدى كل أجزاء الحركة، والحركة لها قيادة واحدة، والقيادة العسكرية هي جزء من القيادة العامة للحركة. وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى القرارات التفصيلية هذه يتحرك بها كل في اختصاصه. فعندما قيادة القسام تقرر قرارا في أداء المعركة، هي تقرر بناء على الاستراتيجية والقرار العام بقيادة الحركة، وكذلك من يتحرك في الميدان السياسي أو الجماهيري أو العلاقات. هذه قرارات تفصيلية في مسارات العمل، وهي نابعة من القرار المركزي لقيادة الحركة. Can we talk about Egypt and its role? Will Sisi is no friend of Hamas or the Muslim Brotherhood in general, and has applied the siege to Gaza even more zealously than Israel in destroying the tunnels and destroying one half of Rafah. And yet now he's being praised by Biden. What role do you think Egypt will now play in the reconstruction of Gaza? Are you happy with the role that Egypt is playing? بحكم أن مصر هي أكبر دولة عربية، ودورها التاريخي في قضايا الأمة وعلى رأس قضية فلسطين، وبحكم أن مصر بجوار فلسطين وبجوار قطاع غزة تحديداً، فإن دورها أساسي في القضية الفلسطينية. نعم، تمر محطات قد يتباعد الموقف الفلسطيني عن الموقف المصري أو العكس، وقد تحصل هناك خلافات أو أمور لا نحبها نحن أو لا هم يحبونها، ولكن ذلك لا يلغي هذا الدور. قد يضعفه أحيانا، ولكنه لا يلغي أصل الدور. ثم المصالح المتبادلة من الطرفين تدفع الجميع أن يعمل معا، وأن تكون هناك أدوار يتراضاها الجميع ويعملون على أساسها. ولا شك في السنوات الأخيرة أصبحت العلاقة مع مصر علاقة جيدة، وهناك لقاءات وتفاهمات ومصالح مشتركة، إضافة إلى ما يجمعنا من ثوابت تتعلق بالأمة وبالقضية الفلسطينية، رغم الخلافات كما تفضلت حول موضوع الإخوان أو غيره. ونحن في حماس، وإن كنا جزء أصيل من الإخوان، لكننا حركة مقاومة، ولا نتدخل في شؤون الآخرين، ونتعامل مع الدول العربية والإسلامية وغيرها على أساس قضيتنا ومصالح هذه القضية، دون أن نتدخل في شؤونهم أو يتدخلوا في شؤوننا. وبالتالي نحن نرحب بالدور المصري وبدور كل الدول العربية والإسلامية وأي أدوار في العالم، طالما هي تأتي لخدمة شعبنا، لوقف العدوان عليه وخدمة صموده. والآن مثلا بعد هذا العدوان، موضوع الإعمار ومساعدة شعبنا على الصمود وحل مشكلات المختلفة، وأي أدوار تخدم المصالحة الفلسطينية. بل أقول اليوم بات الأمر أكبر من ذلك، ليس عند مصر فقط بل عند الأمة. اليوم بعد هذه المعركة العظيمة ونتائجها التي أشرت إليها، اليوم في مسؤولية أمام الدول العربية وأمام الشعوب أن يضعوا استراتيجية جديدة لاستعادة فلسطين والقدس والأقصى والتخلص من هذا الاحتلال. وأظن أدرك الجميع عبثية المفاوضات، عبثية عملية السلام واتفاقيات السلام مع إسرائيل،
عبثية التطبيع، وأن من كان ينظر إلى إسرائيل على أن على أنها جزء طبيعي من المنطقة هو مخطئ، أو أن البعض كان يستقوي بإسرائيل في مواجهة خصومه هنا وهناك. تأكد للجميع أن إسرائيل هي العدو الحقيقي للمنطقة، وأن إسرائيل أيضا كيان هش ونستطيع أن نهزمه بدل أن نشكو من سياساته ونتفرج. يعني مثلا مصر التي أكيد غير راضية عن السياسات الإسرائيلية في مسألة سد النهضة الذي يهدد الأمن القومي المصري، مصر أكيد غير راضية عن نوايا إسرائيل في حفر قناة بديلة عن قناة السويس بين خليج العقبة وبين البحر المتوسط. وبالتالي بدل أن يعني نشعر بالعجز أمام الانتهاكات والمخططات الإسرائيلية، هذه فرصة المقاومة في فلسطين وهذه الهبة العظيمة لشعبنا تقول للعرب يا جماعة نحن أمة واحدة، مصالحنا واحدة، دعونا نبني على هذا الإنجاز أن نخوض معركة واحدة، لا لنحمي ونستنقذ فلسطين فقط بل أيضا لنحمي الأمة جميعا. What do you say to those Arab countries that normalized relations with Israel, destroying the Arab Peace Initiative, and also marginalizing the Palestinians? What do you say to Bahrain and to the United Arab Emirates, and maybe also Saudi Arabia that was considering doing the same thing? المبادرة العربية، دعني أبدأ بها، التي أعلنت عام 2002، بعدها بسنوات وفي ظل اللامبالاة الإسرائيلية بها وعدم الجدية في التعامل الأمريكي معها، هي انتهت في ذلك الوقت. يعني الذي وأدى المبادرة العربية هو الطرف الإسرائيلي وأيضا الأمريكي، والمجتمع الدولي لم يكن قادرا على فرضها، وهذا في تقدير أمر طبيعي، لأن هذه المبادرة منزوعة السلاح، منزوعة الأوراق القوة، وعدونا لا يحترم مبادرة لا تقف خلفها قوة وأوراق ضغط عليها، وهذا هو الدرس الحقيقي. والعرب إذا أرادوا اهتماما أمريكيا ودوليا بقضية فلسطين وبقضاياهم هم، عليهم أن يتسلحوا بالقوة وأن تكون لديهم أوراق ضغط حقيقية. الأمر الثاني، لا شك أن ما فعلته هذه الدول التي ذكرتها هو إضرار بقضيتنا، طعن في الظهر الفلسطيني، تخلي عن الموقف العربي التقليدي حتى بحده الأدنى تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية، وعبث بالمسلمات العربية والفلسطينية، وهي إضرار بمصالحهم أنفسهم، سواء مصالحهم الأمنية أو الاقتصادية. وما يرجونه من إسرائيل وهم وخيال، والذي سيتضرر هم وقضيتنا. ولكن أيضا نحن واثقون أن ما فعلوه هو مجرد قشرة لا تمثل الأمة، لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي حتى في تلك الأيام. أما بعد هذه المعركة فأعتقد أن درجة الوعي أصبحت عالية، وربما هذا يدفع إن شاء الله، وهذا ما نعمل من أجله، بتطور المواقف العربية الرسمية لترتقي إلى مستوى هذه الجولة، ولترتقي إلى مستوى شعوبها، وهي التي عبرت عن إرادتها الحرة في كل العواصم والميادين، حيث انتصرت للقدس والأقصى وحي الشيخ جراح ولغزة، وكانت فخورة بالمقاومة، وأصبحت كتائب القسام وأبو خالد الضيف وأبو عبيدة رموزا في سماء الأمة. ومن ثم هذا لعله يشكل عهدا جديدا وفجرا جديدا، وأظن أنه بعد هذه المعركة سيتوارى المطبعون خجلا مما فعلوا، وإذا لم يخجلوا فالمساحة أمامهم ضيقة، لأن الموقف العام سيكون ضدهم. Do you detect any change in Saudi Arabia? They have arrested
members of Hamas in Saudi Arabia. Do you detect a shift in Saudi Arabia? لحركة حماس تاريخ طويل في العلاقة مع المملكة العربية السعودية على المستوى الرسمي والشعبي، وكذلك حركة فتح والقيادة الفلسطينية والقضية الفلسطينية لديها تاريخ مع الأمة، ولا شك المملكة العربية السعودية هي من في طليعة الدول العربية الخاصة الكبيرة ذات التاريخ مع القضية. ما جرى في السنوات الأخيرة ليس مرضيا لنا، ليس فقط باعتقال أكثر من 60 شخصا من المناصرين لحركة حماس الذين لم يفعلوا شيئا مضرا بأمن السعودية ولم ينتهكوا قوانينها، بل خدموا قضيتهم، ليس لهم جرم. لكن أيضا الموقف السعودي التقليدي عبر العقود الماضية تراجع في السنوات الأخيرة، وهذا أمر لم يكن مرضيا لنا بل كان مفاجئا. ونعتقد أن عودة المملكة إلى مواقفها التقليدية الداعمة للحق الفلسطيني هو خير لنا وخير لهم، لأن هذه القضية مباركة والاقتراب منها ينفع الداعمين لها كما ينفع شعب فلسطين، ومن يتراجع عن ارتباطي بهذه القضية يخسر أخلاقيا ويخسر سياسيا وحتى لدى في مصالحه وأيضا في دوره. وأنتم ترون أن أي دولة تتعامل بفعالية مع القضية الفلسطينية هي أيضا يتعزز دورها، وأمريكا الآن تبحث عن وسطاء مع حماس ومع غير حماس، وبالتالي القضية الفلسطينية العمل الجاد فيها خير كله، والغياب عنها ليس في مصلحة أحد. Finally, what is your message to Joe Biden? Isn't it curious that the US are prepared to talk to the Taliban in Doha, where you are, when the Taliban are fighting and have killed US troops? They're not prepared to talk directly to Hamas. What's your message to Biden? سؤال جميل وذكي. يعني في الوقت الذي لا تتردد فيه الإدارة الأمريكية في التواصل المباشر وإجراء مفاوضات مع أعدائها الذين يقاتلونها كما في حال الطالبان في أفغانستان، هي تقيد نفسها في التواصل مع حركة حماس التي لا تقاتل الولايات المتحدة بل تقاتل إسرائيل المحتلة. وهذا شيء يعني فعلا لافت للنظر وغريب، أن تضحي الولايات المتحدة بمصالحها وتقيد بعض دورها لحسابات إسرائيل. وهذا ليس طبعا ليست هي الصورة الوحيدة لإضرار الإدارات الأمريكية المتعاقبة ببعض مصالح الولايات المتحدة لصالح المصالح الإسرائيلية، وهذا من ناحية. من ناحية أخرى، طال الزمن أو قصر، رسالتي للبايدن والولايات المتحدة ولكل الدول الغربية التي ما زالت تضع حماس على قوائم الإرهاب، أقول لهم طال الزمن أم قصر، حماس لن تخضع لشروطكم. حماس حركة تحرر وحركة مقاومة مشروعة في كل القوانين الدولية والشرائع السماوية، تقاتل كما قاتل الشعوب الغرب والشرق في التاريخ. من يريد أن يتواصل معنا أهلا به وسهلا دون شروط، نحن لا نعادي أحدا منكم، وإن كنا نعترض على كثير من سياساتكم المنحازة سواء لصالح إسرائيل أو ضد مصالحنا العربية والإسلامية في ساحات أخرى، ولكننا لا نقاتل أحدا منكم. وإذا نحن نرحب بهذا، نحن مستعدون للتواصل مع أي طرف لكن دون شروط. ولن تجدوا في المستقبل، اليوم أنتم تعزز لديكم الدور الكبير والقيادي لحركة حماس ميدانيا وسياسيا، حين تحرمون أنفسكم من هذا التواصل أنتم تضعفون دوركم الآن وفي المستقبل. أما في المستقبل القريب ستجد حماس هي العنوان الأكبر والأبرز مع شركائها في الوطن، وبالتالي إذا
منعتم أنفسكم من التواصل معنا، أنتم تفقدون دوركم في المنطقة. وعلى كل حال استعادة حقوقنا وتحرير أرضنا هو بأيدينا، شاركتم في ذلك أم لم تشاركوا؟ أنتم الخاسرون، الشعب الفلسطيني هو المستقبل، وإسرائيل إن شاء الله ستكون عما قريب جزءا من الماضي.